فجأتي ما هيك؟ ليك تشعر بدني والله. ايه بصراحة تفجأت. كفي بقى، هيش تتزاكي علي. هيدي هي الحرب اللي حكيتي عنها يا ست سحر؟ انت من كل عقلك انا خططت اتعرف على باسل؟ بكفي كذب وتمثيل. اثنيناتنا بنعرف كثير منيح انك ما تعرفتي على باسل بالصدفه. انت يا ست سحر خططت لهيدا الشيء، بس بلشت الاشياء تفلت من ايديك. مش سحر يلي بتفلت الاشياء من ايديا يا صغير. وانت بتعرفيني كثير منيح. ولاني بعرفك كثير منيح، انا متاكده انه باسل هو لعبه من لعيبك. بتعرفي ما الي جلادتي كريم. لا الي جلادي برر لك ولا دافع عن حالي. زيحي. خدي راحتك، البيت بيتك. ماشي يا ست سحر. بدك حرب؟ فلتكن. ايه ريم؟